هذا أسد شرعي يجعل المغاربة عربا، وهذا أمر غير صحيح. أنت العربي مغربي ولا يمني ولا شما؟ تقول لك أنت عربي يمني أو مغربي، لا نحن لسنا عربا، نحن لسنا عربا. صحيح نحن نتكلم باللغة العربية، نحن ناطقون باللغة العربية، لكننا أمازيغ، نحن أمازيغ ناطقون باللغة العربية. هذه المسألة ينبغي أن يفهمها كل مغربي وكل مشرقي. راه فرق بين أنك تتكلم باللغة العربية وأن يكون أصلك عربيا. راه إلا كنتي تتكلم باللغة الفرنسية ماشي معناها أنك فرنسي، تتكلم بالإنجليزية ماشي معناها أنك إنجليزي. نحن نتكلم باللغة العربية لكننا لسنا عربا. أنا قمت بدراسة للخلاصة نتاعها، أنه أكثر من 80% من جينات المغاربة هي أمازيغية، ووجدت أن المكون الجيني العربي في المغرب غائب، غائب. نحن لسنا عربا، نحن ناطقون باللغة العربية، أصلنا أمازيغي. هذه المسائل خصها تفهم، هذه المسائل نتاع الهوية ينبغي الحسم فيها، ما خصش يبقى عندنا فيها غبش، باش ما تبقاوش من باطحين ومستهلبين وغير تابعين للمشرق. نحن لا يربطنا شيء بهؤلاء الناس. الله يجزيكم بخير.